شلونكم اعزائي اليوم يوم مطاتي هاي هاي سيتي هول مجلس محافظه طبعا هنا هاي بيها كل خدمات المواطنين وكذا شوارع الفلبين الجو ماطر حاليا هاي ماركري دراجز يعني صيدلية بس يبيعون بيها كل شيء يعني كل انواع الاشياء اللي يحتاجها الانسان شوف دراجات هذا محل مال دراجات PNB هذا بنك الرصيف هنا محتلين احجلها شوف كامل يعني البشر لازم يمشي على الشارع لطلطين والدم لطلطين هاك شوف هاي شركات توصيل شركات تصديق الوثائق هنا أنا أصدق الوثائق مالته خارج يعني الدوائر الحكومية محلات خاصة خارج ماكدو ماكدونالد شركات أمريكية مال طعام أمريكي انفوت من هنا بنزيخانة هذه مال وقود ATM كان قالين مبغبغ ويها مبغبغ شوف الجبنة بهاي كيف جبنة مدبولة دبل الكورو بعشرة بيسو عشرة بيسو تطلع تقريبا عشرين سنت دولار أمريكي كافي ضعنا تاكلين خبز وتمه كافي سمينة كافي صالون شوفكم مقطع مفتوح احسن من التقطيعات ليش مقطع مفتوح حتى شوفوا تفتهمون الكونتكست هذا بيت مهجور مش دورية مع الشرطة طبعا هنا برايفت فيليجز يعني كلها مربعات سكنية فكروا حلوكم ما شايفين ايش يردون ياكلونه هاي متباوع شوفوا الجبلية إلا بشدة شو شلون اطق بالقاع هاي جي كلاس اوه ما عقلبي وذاب يا الهي لك اطلع ايش
يوم مطر جميل جدا، الجو بارد ولا مو بارد. شوف هذا اللايك مالته برا، هاي كلينيك مال الحيوانات، فيت كلينيك. طبعا هاي هنا أنا مال عطور، بعد هناك قال اس ام مول وفلاور. We have here Rockwell, this area, so lighting up with yellow, they united with the color. Go. We have here Dr. Small Restaurant. We have here